الليلة يغمر العالم الإسلامي نور مولد كريم أهل البيت عليهم السلام، سبط النبي الأكبر الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وبذلك ينبثق من دوحة النبوة والإمامة فرع طيب زكي رفع الله به كيان الإسلام وأشاد به صروح الإيمان وأعز به المؤمنين. استقبل الرسول صلى الله عليه وآله سبطه الأكبر سيد شباب أهل الجنة في شهر هو عند الله أفضل الشهور، وذلك في السنة الثالثة للهجرة. فرحة النبي صلى الله عليه وآله بمولد الحسن عليه السلام كانت لا توصف، لأن في السنوات الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله كانت هنالك تحديات كثيرة تواجه المسلمين من حروب اقتصادية وإعلامية وقتالية وغيرها، وبمولد الحسن عليه السلام انجلت هذه الغمة عن المسلمين وأولهم أهل بيت النبوة عليهم السلام. وبما أنه أول مولود يستقبل بيت النبوة يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله سنن استقبال المواليد، مثل الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى، وقال صلى الله عليه وآله أن في ذلك عصمة للمولود من الشيطان الرجيم، والتسمية وغيرها من السنن النبوية الشريفة في استقبال المواليد. أما تسمية الإمام الحسن عليه السلام فكانت من عند الله عز وجل، حين التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: هل سميت الوليد المبارك؟ فأجابه الإمام: ما كنت لأسبقك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما كنت لأسبق ربي، وما هي إلا لحظات، وإلا بالوحي يناجي الرسول صلى الله عليه وآله ويحمل له التسمية من عند الله عز وجل، ويقول له جبرائيل: سميه حسنا، وكناه النبي صلى الله عليه وآله بأبي محمد. خلنا نتعرف على بلاغة الإمام الحسن وعلمه منذ الصغر. في يوم كان جالس مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام فسأله الأمير بعض الأسئلة، فأجابه الحسن عليه السلام بما هو آية من آيات البلاغة والإعجاز. فقال الأمير: يا بني، ما السداد؟ فقال الحسن: يا أبتي، السداد دفع المنكر بالمعروف. بعد ذلك سئل: ما السماحة؟ فقال: البذل في العسر واليسر. وسئل: ما الشح؟ فقال: أن ترى ما في يدك شرفا وما أنفقته تلفا، وغير ذلك من الأسئلة، حتى أن النفس تقف حائرة أمام هذا الاسترسال العجيب من الإمام الحسن صلوات الله عليه. أختم هذه الفقرة برسالة للشباب من إمامنا الحسن عليه السلام حين قال: معاشر الشباب، عليكم بطلب الآخرة، فوالله رأينا أقواما طلبوا الآخرة فأصابوا الدنيا والآخرة. أسعد الله أيامكم جميعا بمولد كريم أهل البيت عليهم السلام وسيد شباب أهل الجنة السبط الأكبر الحسن بن علي صلوات الله عليهما.